السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، وفي الفيديو ده في فيديو يعني مهم جدا، فيديو هل شيكابالا هو اللي مجني أو جاني ولا مجني عليه، ظالم ولا مظلوم. جايب لك فيديو اعتراف من خالد الغندور نفسه على شيكابالا، واعتراف آخر من المعلم حسن شحاتة على شيكابالا. هنشوف الاعتراف دوت، هل شيكابالا ظالم ولا مظلوم، والنادي الاهلي بيتنمر على شيكابالا ولا جمهور الزمالك اللي بيتنمر على شيكابالا، ولا رئيس الزمالك السابق هو اللي بيتنمر على شيكابالا. هنشوف ده كله، لكن في البداية زي ما تعودنا الفيديو ده للأهلوية، لايك أهلاوي جميل، ونخش على أول فقرة. المتحدث الرسمي لأحد الأندية الكبيرة، يعني هو أصبح مادة للضحك أكتر ما هو مادة لأنك تستقي منه أو تستقبل منه الأخبار. المتحدث الرسمي اللي بيتكلم عن لاعب هرب، لاعب تونسي هرب من الفريق، بيقول لك من المستحيل إن اللاعب ده يرجع تاني. يعني أنتوا لو عايزين تموتونا من الضحك موتونا، لكن مش من الضحك. طب ما هو انت بقالك شهرين تلاتة اربع شهور مرجع مدرب سابك في اصعب اوقات الموسم، واخد بالك، وادالك على دماغك وقالك باي باي جود لك انا ماشي عشان الفلوس. ما هو اللاعب التونسي ده سابك عشان الفلوس، وانت ما دفعتش ليه الفلوس بتاعته، وسابك بقاله سنة وله حكم من الفيفا بمليون وتلتمائة الف دولار. انت لما رحت جبت المدرب اديك اللي هرب، رجعته على اساس ايه؟ طلعت ضحكت على الناس وقلت لها ايه؟ مش طلعت ضحكتوا على الناس وقلت لها لا يا جماعه ده ما هربش، ده كان بيمر بظروف صعبه ولما لقى النادي محتاج له رجع تاني. بلاش تدعوا المثاليه، او بلاش تدعوا ان انتوا نادي عنده مبادئ، انتوا نادي عنده بليله ما عندوش مبادئ. طيب، رئيس كايزر تشيفز الجنوب افريقي اللي لسه خسران من يومين ثلاثه من اسبوع كاس دوري ابطال افريقيا لصالح النادي الاهلي، واللي اول مرة بيوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، السيد جونيور موتونج. جونيور موتونج كان سهل عليه يطلع ويقول والله احنا اتظلمنا بسبب طرد اللاعب هابي ماشياني، وان اللاعب الطرد كان قاسي، وان حكم الفار كان قاسي، واحنا خسرنا بسبب الحكام. ممكن تطلع تقول اه ماشي، لكن بالرغم من ده جونيور موتونج بيوصل رسالة لبتوع البليلة اللي كل لما بيخسروا بطولة بيطلع يقولك بالحكام يا حبيبي بالحكام. جون موتونج طلع يواسي اللاعب بتاعه اللي اطرد اللي هو هابي ماشياني، وقال أريد أن يغتنم اللحظة دي ونشجع كلنا هابي ماشياني، ويجب أن ياخد الطرد ده درس ليه في الحياة وتجربة هتكون مفيدة أكيد في حياته المهنية، وده مش الخطأ اللي ندبح بيه اللاعب هابي ماشياني، لسه صغير وقدامه مستقبل عظيم. طلعت باكة، طلع عيط، طلع وزع بليلة على الناس الغلبة وقال لك يلا خلي بتوع البليلة تاكل. لا، طلع قال لك احنا بنعترف، احنا خسرنا ليه؟ لأن عندنا لاعب اطرد، والطرد كان عادل، كان صحيح. ما طلعش قال لك بقى ده رجله جت في النجيله وما لمس لاعب الاهلي، او الاهلي بيكسب بالحكام. لا، الناس المحترمه بنحييهم دايما، وبتوع جنوب افريقيا ناس منتهى الرقي، منتهى الرقي. طيب، ده بالنسبه لرئيس نادي كايزر تشيفز، واللي قال ان احنا نتمنى ان احنا نعود لمواجهه الاهلي مره اخرى. طيب، في عيل كده اسمه مادو ده كان ماشي في سكة الموسيقى والمزيكا، واخد بالك، والأغاني والكلام ده، ويبدو ان هو فشل انه يعمل لنفسه صيت، فشل انه يشهر نفسه او يشتهر في صفوف جماهير الزمالك. فقال لك يلا طالما فشلنا في المزيكا نشوف لنا الطريق اللي بيسلك للجمهور على طول، ايه الطريق اللي بيسلك للجمهور على طول؟ اطلع اشتم في الاهلي، اطلع اشتم في الاهلي، وانت هتبقى نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 ونمبر بليله كمان اللي انت عايزه. فالاخ مادو ابو دم خفيف بيقول لك ايه؟ ميدو عايش في دور الحياد، ميدو مش ابن الزمالك، هو سؤال بسيط، من انت ايها الكائن المادو
يخدعيب حتى، يعني اسمك محمد مدلع نفسك بماضو، يعني انت شايف ماضو احسن من اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فالاخ ماضو شايف ميدو مش محايد عشان راح استضاف بيتسو موسيماني في برنامجه اوضه اللبس، وانه بكده هو بيحاول يجتذب جماهير النادي الاهلي وان دي مش حياديه. هو يبدو ان ماضو بعيدا عن انه فاشل في المزيكا ففاشل في الفكر نفسه. هو انت عايز يا ماضو كل القنوات تبقى قناه نادي الزمالك؟ ماضو انت عايز ميدو يروح يجيب باتريس كارتيرون اللي فشل مع نادي الزمالك وفشل في تجربته الاولى مع نادي الزمالك لما كان الفرق 20 واكتر من 20 نقطه، وبالرغم من كده ميدو بالمناسبه استضافه السنه اللي فاتت، استضافه معاه في البرنامج بتاعه. ما طلعتش ليه يا ماضو تتحرق شويه وتتنحرر شويه وتقول ان ميدو مش محايد؟ ولا ميدو لما بيجي في صف الزمالك ايا كان معاه حق معهوش حق مش مشكله، يبقى ميدو حبيبنا، ميدو يقول الحق وينصف النادي الاهلي يبقى ميدو مش محايد، وميدو اصلا مش ابن الزمالك، وماضو هو ابن الزمالك البار، ماضو ابن ابن الدايره. عارف انت في الانتخابات يقول لك ايه؟ انتخبوا ابن الدايره، فماضو هو ابن الدايره، ابن الدايره وابن الزمالك، انما ميدو مش ابن الدايره ولا ابن الزمالك. طيب ده بالنسبه لي الاخ ماضو. تعال نروح لموضوع اخر. عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، انا عايز اقول لك ترتيبه الانديه الحاصله على دوري ابطال افريقيا هتجد حاجه غريبه جدا، ان اسم النادي الاهلي موجود في المركز الاول والثاني والثالث والرابع في الاكثر حصولا على دوري ابطال افريقيا. في المركز الاول بدون اي منافسة النادي الاهلي بعشر القاب، ودي ما عارفينها. المركز الثاني وائل جمعة لاعب الاهلي السابق، صخرة دفاع النادي الاهلي وصخرة دفاع منتخب مصر، ست القاب دوري ابطال افريقيا. المركز الثالث بيجي فيه نادي الزمالك بالاضافة لتيبي مازيمبي بالاضافة لاثنين لعيبة كمان من النادي الاهلي، هما محمد ابو تريكا الماجيكو وعماد متعب، ده في المركز الثالث بخمس نقاط خمس بطولات. المركز الرابع نادي الترجي التونسي، في ثلاث لعيبة اهلاوية برضو في المركز الرابع، هما وليد سليمان سعد سمير ورامي ربيعة باربع القاب. طيب تعال نروح لعالم الذرة الاخ علوي. الاخ علوي بيقول لك الاهلي لو خد الدوري السنه دي انا هبيع بليله، هقف كده قدام بوابه نادي الزمالك وهبيع بليله، ده على اعتبار ان انت عالم ذره. ما انت بتاع بليله اصلا يا علوي يا حبيبي، ما انت بتاع بليله يا بابا، انت بتاع بليله. يقول لك ما افسده سموحه والمقاولون لن يتمكن البنك الاهلي من اصلاحه. طب ما تقول للعبتك يا ابني المقاولين وسموحة والبنك الاهلي دي اندية غلابة، ما تقول للفرقة الدكورة بتوعك يصلحوا ما افسدوه، يجوا يكسبوا النادي الاهلي. انت السنة دي لاعب النادي الاهلي تلات ماتشات ما عرفتش يكسب ولا ماتش فيهم، ماتش نهائي افريقيا، ماتش الدور الاول، ماتش الدور الثاني، ما عرفتش تكسب ولا ماتش، وجاي تتكلم على الغلابة وتقول لهم ما اصلحوا مش ما افسدوا مش عارف ايه يصلحوا ايه. طب ما تصلح انت يا ابني، وبليلة اللي هتبيعها، ما انت بتاع بليلة يا علوي، بس مش لازم تقف قدام نادي الزمالك، غير المناطق عشان تكسب وتجرى عيشك يا ابني وتجرى رزقك. تعال نروح لموضوع اخر. المستشار محمد رشوان نهاردة بالمناسبة نادي الزمالك عمل حاجة يعني انا مش عايز اقول مضحكة، ولكن جه على الموقع الرسمي بتاعه وكتب لك نادي الزمالك الاكثر تتويجا وبس في القرن العشرين. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هو انتوا يا جماعه الزمالك باع قضيه نادي القرن خلاص؟ يعني انتوا قعدتوا توهموا في الجمهور الغلبان المسكين اكتر من 21 سنه ان انتوا الاحق بلقب نادي القرن، وفي النهايه تيجي على الموقع الرسمي بتاعك ما تقدرش تكتب نادي القرن الافريقي وتكتب الاكثر تتويجا في القرن العشرين؟ يبقى انتوا بعتوا القضيه اللي انتوا كنتوا بتكافحوا من خلالها اللي عدى عليها 460 يوم لحد دلوقتي
ولحد دلوقتي ما رفعتوش شماعه للاتحاد الافريقي تتكلموا فيها، ولا هتقدروا. وانا بتحدى اي شخص زملكاوي ايا كان، الاداره الحاليه، الاداره السابقه، الاداره الاسبق، اللي انتوا عايزين قولوه له، ان حد يقدر يطلع يرفع شماعه للاتحاد الافريقي، ولا ليها اي لازمه ولا ليها اي قيمه. فالفكره سؤال كمان، هو انت ليه ما كتبتش الاكثر تتويجا في القرن العشرين في كره القدم مثلا؟ عارف ليه؟ لانه اصلا مش الاكثر تتويجا في كره القدم. لان لو بصيت في كره القدم، هل محليا ولا قاريا؟ محليا وقاريا الاهلي اكتر منك بكتير، والاهلي لو راح التموين من بكره هياخد اللقب ده لصالحه. فانت بتتكلم وبتضحك على الناس باي معنى؟ طب الاكثر تتويجا في كره اليد، طب ما كتبتش ليه كره اليد؟ في كره الطايره، كره الصالات، البلي، بلي المسافات الطويله، الكروكيه مثلا، ما تقولولنا يا جماعه، قولولنا انتوا الاكثر تتويجا في القرن العشرين في ايه؟ وليه مش قادرين تنطقوا؟ هو انتوا حد ماسك عليكوا زله؟ هو انت لما تطلع تكتب اللي خلاك جالك قلب وكتبت النادي الاكثر تتويجا في القرن العشرين، ليه ما كتبتكش في افريقيا؟ او الاكثر تتويجا ببطولات دوري ابطال افريقيا، او في افريقيا عموما، او في مصر، او في كرة القدم؟ ليه ما حددتش وسبتها عايمة؟ عارف ليه صديقي المشاهد المحترم، سواء كنت اهلاوي او زملكاوي؟ لانه لا يجرؤ، معهوش حاجة في ايده تثبت ان هو الاكثر تتويجا في اي حاجة، لا معاه شهادة من الاتحاد الافريقي، ولا معاه حتى بطاقة تموين يصرف بيها الدعم، معهوش اي حاجة. فعشان كده لا يجرؤ، وانا بتحدى اي شخص زملكاوي يكتب ويحدد الاكثر تتويجا في القرن العشرين في ايه. اتمنى، لان هما طلعوا عملوا فيها سبع دكورة في بعض، وعملوا اليافطة بتاعت نادي القرن الافريقي، مرفوع عليهم قضية بتعويض 50 مليون جنيه، غير الشعار بتاع الكاف اللي اتحط على اليافطة في الاول، وكانوا هيشيلوا 2 مليون دولار لولا تدخل ابو ريدة ولم الموضوع بعد تهديدات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. تعال نروح لموضوع اخر. الزملكاوية لما جه تطبق تقنية الفار، واخد بالك، قالك بس الفار لو اتطبق الاهلي مش هياخد اي بطولة. ليه يا ابني؟ قالك ما هو الاهلي بيكسب بالحكام، لو اتطبق الفار الاهلي هينزل درجة تانية، مش هيكسب بطولات بس، لا ده هينزل درجة تانية. فسبحان الله، من ساعة ما تم تطبيق تقنية الفار، الاهلي كسب دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، سوبر مصري، سوبر افريقي، وبيتأهل لكاس العالم للانديه مرتين ورا بعض، في حين ان نادي الزمالك اللي اتطبق عليه الفار في الدوري ما كسبش الدوري. والله ما كسبوا الدوري ولا عارفين يكسبوه ولا هيكسبوه ولا هيشوفوه، بالعكس. يعني في ماتشات كده الكاس، كاس مصر مثلا، عملوه من غير الفار عشان يعني يقدروا يدوا بطوله كده للزمالك يقدر يستر بيها الدنيا في نهاية الموسم. طيب ما تيجي نروح لموضوع شيكابالا، وهل شيكابالا جاني ومتنمر عليه أو متنمر عليه ومتعنصر عليه، ولا شيكابالا بيتجاوز في حق الآخرين؟ أنا عايز أسأل شوية أسئلة قبل ما نخش على الفيديو بتاع كابتن حسن شحاتة. هو شيكابالا تعرض للتنمر من حسن شحاتة لما طلعوا من الملعب، فاكرين كلكم، وشيكابالا رمى العرقة في وشه او رماها على الارض، وقعد يتكلم وتطاول على حسن شحاتة وتجاوز في حق حسن شحاتة وقتها. هل شحاتة كان بيتنمر على شيكابالا؟ هل شيكابالا لما جمهوره كان بيهاجمه في ماتش من الماتشات وشيكابالا رفع ليهم الحذاء وقال لهم خلاص، قعد شاور لهم كده، زمالك خلاص مش هلعب تاني، خلاص بطلت، هل جمهور الزمالك وقتها كان بيتنمر على شيكابالا ويتعنصر على شيكابالا؟ دي كلها أسئلة المفروض نجاوب عليها قبل ما نشوف الفيديو ده. طب تعال نشوف كده كابتن خالد الغندور مستضيف المعلم حسن شحاتة، تعال نشوف خالد الغندور قال ايه وحسن شحاتة قالوا ايه على كابتن شيكابالا. اسمع كده،
المغرب الفاسي في المغرب الفاسي. صحيح. ده كابتن حسن شحاته مع خالد الغندي. تمام. وبتغير. تغيير ملوش اي سبب غير ان انت بتشوف ناس تانية بتلعب رايح واحد وخلاص. كويس. ان انا افاجئ برد الفعل ده من شيكابالا. ده كان الطمع كبر بالنسبه لي. ان هو بيشتمني. كابتن حسن شحاته يا جماعه بيتكلم عشان الناس اللي تقول لك ده مين اللي بيتكلم ولا كده. اللي في ايديه وكذا وكذا وكذا. طب انا النهارده هرجع شيكابالا. طب هتعامل معاه ازاي وهتعامل مع بقيه اللعيبه ازاي؟ كابتن حسن شحاته بيقول لك انا طلعته من ماتش المغرب الفاسي والماتش احنا كسبانين 2-0 وخلاص اطلع يا شيكابالا بقى تغيير عادي اطلع مفيش حاجه. يقوم شيكابالا يتطاول عليا. شيكابالا شتم الراجل اللي من سن والده. حسن شحاته القيمه والقامه الكبرى في نادي الزمالك اللي بسبب حسن شحاته كانت شهره الزمالك في الوطن العربي والخليج بيتطاول على رمز من رموز نادي الزمالك. ان جمهور الزمالك دلوقتي لو قلت له شيكابالا ولا حسن شحاته هيقول لك شيكابالا على الرغم ان شيكابالا ما قدمش حاجه للزمالك زي المعلم حسن شحاته. تعال اسمع حسن شحاته قال ايه لخالد الغندور على الاداره اللي سندت شيكابالا ضد حسن شحاته. تعال نسمع. صحيح. يعني لما تبص لها بقى سيبك انت من قيمه حسن شحاته او كاين حسن شحاته او لا انا مدرب دلوقتي ممكن اتعامل مع شيكابالا ازاي؟ بس هم اعتقد مشوه كابتن ولا مشوه بعد انت ما حضرتك مشيت؟ لا لا ما مشهوش هو الفجر راح الوصل تقريبا بتاعتها. لا ده بعد ده انا بعد ما مشيت بكتير. لا ده بعد ما مشيت بكتير. عارف انت ازاي؟ فكان كلامي معاه طب انا هتعامل معاه ازاي؟ انت مصمم ان انا ممكن ارجعه تاني الفرقه. طب الشخص اللي هو بيتكلم عليه هو رئيس النادي وقتها ممدوح عباس اللي كان بيحاول يضغط على كابتن حسن شحاته. معلش ده الفتى المدلل بتاع جماهير الزمالك ده الواد اللي مفيش زيه ده اللي هيجيب لنا كاس العالم وكاس القارات وكاس ما وراء المحيطات وكاس ما وراء جبال الهند والسند هيجيب لنا كل حاجه. فمعلم استحمل شويه يا معلم. تعال نشوف المعلم قال ايه لممدوح عباس وقتها. اقول لي هتعامل معاه ازاي؟ واحد شتمني بابويا، واحد رمى في وشي العرقه وقدام الناس كلها والتلفزيون والعالم كله بيتفرج. طب انا بقيه اللعيبه كمان اتعامل معاها ازاي؟ او هم هيحترموني ازاي؟ ممدوح عباس بيدلعه يا كابتن؟ ممدوح عباس بيدلع اي حد بس يكون حد بيحبه وممكن يجي عليك زي ما جه عليا كده لمجرد ان هو بيحبش كمان. الفيديو ده للتاريخ. ليه للتاريخ؟ لان العظيم حسن شحاته اعظم من لمس كره قدم في تاريخ الزمالك كله. لا تقول لي بقى لا شيكابالا ولا حازم امام ولا عز الدين ولا الكلام ده كله. غصب عن اي حد حسن شحاته غصب عن اي زملكاوي يطلع يخالف التاريخ حسن شحاته هو اللي عمل شهره الزمالك. يقول لك اتشتمت بابويا وترمى في وشي العراقه ومع هذا ممدوح عباس وهو مني كل الاحترام والتقدير بالمناسبه قال لي لا شيكابالا انا عايزه يلعب عشان بحبه. اعتقد واضح جدا احنا بنتكلم على ايه. السلام عليكم.